ورينا همتك يا راجل وقف للواشنطن بوست. بتدفعوا آلاف الدولارات وملايين عشان تعملوا مكياج للديكتاتور، فتطلع الواشنطن بوست تقولك الرئيس الاستبدادي، راحت فلوسك كلها، الفلوس اللي انتوا بتصرفوها على تجميل صورة السيسي وإظهاره على إنه الزعيم المصلح بتروح في جملة، راحت في قرار حبس هشام قاسم. هو السؤال، بعض الناس عندها خلل في عقلها يقولك ما هو المصريين ما بيمشيش معاهم غير الخوف غير القمع. هنا السؤال يجي بقى، هل نجحت دولة الخوف في أي حتة في العالم؟ ركز بقى كده واستعيد كل ما تعرفه عن تاريخ العالم.